السامبي قدم أقدم عنصر هو اللي افتتاح المصارعة محلتها هنا. وهنايا كل عام في الفريق الوطني نعطيهم بالستة بالربعة اللي زادت عندنا مصارعين يحبوا المصارعة ونحط قرايتهم. الله يبارك فيهم ونتحسنوا كاع في القراية. حنا نبازيو على القراية تاعهم ونروحوا ليهم جو والديهم لهنا ونصليو على ولادي ووالديهم كيجيو لهنا يفرحوا. يقول لي انا ما كنتش نسمى المصارعه تخرجت من زاتليتاك 40 في الروماني وعندنا 45 في الحره. واش هو الفرق بين المصارعه؟ الفرق الرومانيه من الحزام للفوق تتعمد على صنعة بالايدي كثير والحزام والسفلت في الحره. الحره تستعمل الحفه كثير البوزيسيون تاعك تكون هابطة أجروبي بزاف والأكسجين تاعك تتحط على سوبلاس بزاف بخفة خفة تاعك جون تحس رجليك تحس يديك تسمى فيها تاكتيك بزاف والمخ يخدم بزاف. كنت داخل ندير جيد خويا قال لي دخل لانيت دخلت عجبتني زدت لها كومبيتيسيون زدت فيها الحرارة دخل تخليك تقوي البنية تاعك وزيد تنشط مخك تولي تخمم مليح باش تولي تقرا مليح. هذه تعتمد على الكود تاعك كلش تقوي لك عضلات تخليك تخمم فيها تخمم بزاف غير الجو خليك في مرسوع دي الرياضة وخلاص خليك من الرياضة بيف خليك في فلوس البلاس عندك. علاش خيرت هذه الرياضة؟ أبي تخدم نادي حبها؟ قولي حبها حبها بزاف قولي حبها بزاف بزاف حبها بزاف بزاف أي صح. نحب هذه المصارعة خاطرش تقوي العضلات ونحب نولي بطل عام إن شاء الله. رفيق رزقي كما شاهدنا في الموضوع انت المدرب تاع النادي، هل فيه اقبال من طرف الشباب على هذه الرياضه وهذا الاختصاص؟
لكل حال حنا كما نقولوا الطفل في الجزائر كما نقولوا عنده الرغبه انه يمارس اي نوع من الرياضه. المصارعه هذه بما انها رياضه كامله تشوفوا بلي الاقبال عنها مستمر وكل عام نتلقاو يعني حتى تسجيلات توصل حتى ل 100-150 يعني مقبل على الممارسه. ولكن يعني مع ضعف التكوين تاع المدربين ونقص القاعات ونقص الامكانيات الشيء اللي يخلي هذا الرقم يعاود يتراجع للوراء. اللي خلينا كما نقولوا نحاولوا كيفاش نتحكموا هذاك الرقم بالممارسه فقط. يعني باش تنظم برنامج شيء ما يخليكش. انت ذكرت الان سبب من الاسباب تاع تدني مستوى رياضه وتراجعها رياضه المصارعه. زيد احكي لنا في نظرك على الاسباب اللي خلات هذه الرياضه وهذا الاختصاص تتراجع المستوى تاعها في السنوات الاخيره على المستوى القاري على المستوى العالمي والاولمبي. بون انا واش نقولوا كخبره ضعيفه في الميدان نقولوا بلي الضعف هذا يتراجع. المدربين تاعنا مع الاسف الشديد ما عندناش مدربين مؤطرين يعني في المعاهد العليا. الشيء اللي كيما نقولوا انك مارست المصارعه ولا كنت احسن مصارع هذا ما يعنيش انك تكون احسن مدرب. تكوين لازم ولازم. هذا اول شيء. ثاني شيء كيما نقولوا احنا الان يجب اعاده النظر في الهيكل القاعده للرياضات تاعنا. واش لازم انه المصارع يجي يقبل على الرياضه هذه سنه 12 13 14 سنه كيما نقولوا الاقبال في الولايات الاوروبيه في البلدان الاوروبيه 8 سنوات باغ اكزومبل في الروس 6 سنوات. حنا نجيو دائما متاخرين يعني كي يدخل اي فرد يمارس المصارعه في سن 12 سنه مقارنة بالمصارع الروسي اللي يقبل على المصارعة في سن 6 سنوات هذا الشيء راح يكون فارق في التحضير وفي الإعداد الكلي اللي يكون معتمد على التقني على البدني على العقلي حتى القدرات العقلية راح يتفوق عليك. بالنسبة للمصارعة تراجعت في نظرك كيفاش نعود نرجعها للواجهة المستقبلية؟ أنا نظن الآن المشكلة اللي وقع عندنا مؤخرا وأنا كنت في المنتخب الوطني شفت هذا المشكل واقع أنه كل ما نحاولوا نربطوا بين الدراسة والجانب التدريب يصير لنا خلل. يعني يتفوق لنا في الدراسه ويترك الرياضه يتفوق لنا في الرياضه ويترك الدراسه. لكن مع استراتيجيه جديده اللي قامت بها الوزاره القسم الرياضي والثانويات الرياضيه والمعاهد العليا نظن باللي ان شاء الله راح تكون فيه استمراريه في التكوين وتكون فيه نتائج على المستوى الوطني والدولي. فقط الاستمراريه والاستمراريه يعني ما يكونش فيه الشرخ الواقع يوقع بين التحضير من المرحله الاولى مرحله مثال مدارس الاصغر بعدين يتوجه الى الأجبال بعدين الأواسط بعدين عنده منتخب وطني عنده منتخب عسكري عنده خدمة وطنية عنده يكمل دراسة لازم يتلقى أيضا دراسة تكوينية في المجال الرياضي. شوفوا أبطال عالميين ناخذوا مثال بالبطل الأولمبي تاعنا يخلف في جيدو راهو نقولوا راهو مدرب الآن متكون في معهد دالي إبراهيم يعني شي شرف. شوفوا نور الدين مرسلي شوفوا كل ما تطورت القدرات العقلية أكيد راح تطور القدرات البدنية. وشوفوا دائما كل ما يتاخر الرياضي على المستوى الوطني او الدولي سبب بتاعه انه تراجع في المستوى الدراسي. الشيء اللي تعتمد عليه الدول الاوروبيه ولازم احنا ناخذه بعين الاعتبار ناخذه كجزء اساسي ماهوش مجرد لانه فيه العام المقبل ان شاء الله يقبل على الاقسام الرياضيه ان شاء الله. شيء جميل ولكن ما يلزمش ناخذوها مجرد تجربه. حاولوا كيفاش ندخلوا في الممارسه ونرفعوا التحدي ان شاء الله. عندنا الكثير من المدارس المختصه في هذا والاخطاب الوطنيه. هل ممكن مستقبلا نشوف ولايه البويدا اللي فيها اربع خمس حوالي خمس نوادي تنشط في هذه الرياضه نشوفوها قطب رياضي في هذه المنافسه مستقبلا؟ شوف احنا قبل ما نتكلم على قطب رياضي المدرسه البوليديه والرابطه البوليديه كانت ديجا قطب البوليديه كانت تغذي المنتخب الوطني سنه 2007 سبع مصارعين في المنتخب الوطني المدني واربع مصارعين في المنتخب الوطني العسكري. وكان عندنا دائما كما نقولوا الاستمراريه انه يروح مصارع يجي مصارع. هذا طبعا بالتنسيق يعني كانت الرابطه كانت تمول كانت المديريه كانت تدعم هذه الشبيبه كان فيه استمراريه من الفدراليه. ولكن مؤخرا صار فيه شرخ صار فيه سوء كما نقولوا تنظيم وسوء تسيير حتى سوء الانتقاء تاع المصارعين. تبنينا واحد الوضعيه تاع نوعا ما الجهويه ونوعا ما واحد يعني كما نقولوا المصالح. الشيء اللي خلى الناس تتراجع في ممارسة المصارعة ولا حتى الإقبال عنها بقوة لأنك تمارس المصارعة شيء وتحطها كهدف باش توصل لأهداف عليا شيء آخر. فعلا نبقاو دائما في شكرا رفيق نبقاو دائما في ولاية البريدة لكن هذه المرة مع رياضة أخرى وهي رياضة كرة السلة وعلى خطى مدينة بوفاريك بلدية ولاية شبل أنشأت مدرسة لتعليم كرة السلة. جوردن القسم الرياضي رياض جوران أعد لنا هذا الموضوع.